سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شوفوا شنو جايبه لكم اليوم. جايبه لكم عصير طبيعي 100%، ما فيه حتى شي حاجه، شي مواد حافظه ولا شي حاجه اللي غتقول لي كذا وكذا، ولا رائحه كريهه، ولا رائحه كريهه خلاها ولدي. مهم، طبيعي مليون في المية. هذا العصير هذا هو المعتمد عندي. نهار اللي كنحس براسي شاحبه شاحته ناشفه، بزاف منكم كنتو لاحظتوا انني في تقريبا شي 20 يوم هذيك كنلقى بزاف ديال الكومونتير الزوينه ديالكم اللي كيقول لي حسنه مالكي واش عيانه، كنشوف وجهك شاحت شاحب. انا ملي كنكون مريضه كيبان لي سبحان الله على وجهي، وكنقص حتى في الوزن. هذا واخا انا راه ماشي من الناس اللي عندهم مع زياده في الوزن. وإلا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش حيدت الكرش، واخا والده ثلاثه ديال المرات الحمد لله وكنولد سيزاري هذا وما عنديش الكرش ولله الحمد، دابا نشارك معكم في شي فيديو. واخا بزاف المرات هضرت على هذا الموضوع، ولكن الا بغيتو زعما نعاودو نهضروا بالتفصيل خليوها ليا في لي كومونتير. وفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد العصير كما قلت لكم عرفتوا البنات بنين. مهم البنات ما شهيتكم شنو نقول لكم. الا بغيتو المقادير ديال هذا العصير اللي هو طبيعي، اولا الا نشارك معكم جوج طرق. طريقه الا بغيتي غير يعطيك النضاره، بحال قلت هذا دواء ديال فقر الدم، ديال ليكلا، النضاره، تساقط الشعر، الضفار، هادشي كله الصحه العامه، انك تكوني يعني تكوني حاله يعني كما كنقولوا فايقه. ما عليكم غير تبعوا المقادير. بغيتوه يكون مركز لزياده الوزن، خطير خطير خطير، غتزيدوا فيه الفواكه الجافه، ولكن راه غير هكا كافي وزوين. وغنشارك معكم حتى شنو تبقى تاكلوا في الليل، وشنو يعني تاكلوا قبل ما تنعسوا، والنتيجه طبعا راه كتبان من السيمانه الاولى. ما عليكم غير تكملوا الفيديو حتى الاخر. بلاتي بلاتي، لكتي اول مره كتشوفي قناتي وعجبك المحتوى طبعا خلي لنا واحد اللايك. بزاف منكم كيقولوا لي اختي راه اللايك ما بغاش يتثبت، لا كيكون بالكري بدلوه، ما بقاش في الزرق، كيكون في الكري بحال هكا تخاوي، وانت كتكليكي عليه وكيتعمر بحال هكا بحال هكا ديري ليه هكا قلم الرصاص. المهم خلي لي واحد اللايك، ولا ما عجبكش خلي ديسلايك هاني، ولا كنتي اول مره وعجبك وعجبتك القناه ديري ابوني وفعلي الجرس باش هكا ديما توصلوا بجديد. انا غادي نبقى نشرب العصير ديالي، تطلع لي داك الكشكوشه كما كنقولوا الفوق، ولكن والله البنات الا بنين ولذيذ وصحي. وملي الطريقه بعدا غتشربي كاس مور الفطور، تفطري ليا مزيان كاس مور الفطور وكاس مور الغداء وكاس قبل ما تنعسي. المهم بالنسبه للفرقه انا نوريكم فين حطيتها، ردوا عليا الخبر. وبالنسبه للبنات اللي نصحوني قالوا لي حط الفرقه في وسط الطبله، هاني البنات حطيتها. راه كنقول لكم حتى انا كنستافد منكم وبزاف. هانتوما حطيتها هنا صراحه جات غزاله، واخا هي فيها الذهبي وعندي الصالون فيه الفضي، راه عندي حتى هاد المبره اش كنقولوا لها هاد المطروزه هادي فيها داك الموزونه بالذهبي، يعني جا متناسق ناري البنات. عرفتوا واحد الطلام جابهم هذاك احمد اللي في زنق السينما اللي كنت خديت من عنده هادو في الخضر، اش نقول لكم الهبال الهبال شي حاجه كتحمق. المهم انا حطيت دابا هنا، الله يجيب الرزق ان شاء الله ونديرهم في السيجار علاش لا. ايوا صافي البنات ندوزو نكملوا الوصفه. ها انتم البنات كما كتشوفوا المكونات سهله وبسيطه ومستحيل ما تكونش في شي دار، ما ديوهاش ليا في هاد سيريلاك وفي هاد هنريس، هادو ما داخلينش. غنهضروا دابا على العصير المقوي اللي متاكده الا جربتوه غتلاحظوا الفرق لا في شعركم ولا في البشره ديالكم ولا في الوزن ديالكم ولا في ظفاركم ولا في كل شيء، لانه كله طاقه وفيتامينات. هنا شنو احتاجين يعني هاد المكونات ديال النهار، نهار كامل هاد العصير تقدر ديريه مره في النهار. عندنا هنا باربه صغيره يعني مغسوله ومنقيه طبعا ما مسلوقه ما حتى شي حاجه، مقطعه هكا مربعات. عندي هنا خيزويا نقيتها وحيت لها القلب، لحقاش هاد الخيزو عندي فيه القلب شي شويه غليظ بيض، ماشي داك الخيزويا اللي كتكون ليمونيه وناصعه. عندي هنا تفاحه تبارك الله، التفاح دابا راه الوقت ديالو هادي موجود الخير. وعندي هنا ثلاثه التمرات، عندي هنا نص لترو ديال الماء. انتي الا بغيتي ديري لترو ديال الماء وبغيتي كميه اكثر غادي ديري سبعه ديال التمرات، وغادي ديري هاد جوج خيزويات مثلا جوج تفاحات، وغادي ديري باربه تكون كبيره مزيان مزيان. بالنسبه لهاد ثلاثه ديال التمرات انا في الاول كنت كندير التمر والزبيب، من بعد قالوا لي بان ما عرفتش هاد المعلومه واش صحيحه ولا لا، بان التمر والزبيب مزيانش انهم يتخلطوا في الوصفات. هاد الوصفه بوحديتها هكايا راح عندها بزاف المنافع، فما بالك الا زدنا لها شويه ديال الفخويسك يعني مكسرات، شويه الكركاع، شويه اللوز، يعني هادو الا بغيتي غير النضاره في البشره والشعر والصحه وفقر الدم، العلاج ديال فقر الدم. اما الا بغيتي الوزن غتزيدي عليها مكسرات. المهم هادشي دابا شنو غادي نديرو، هادشي غادي نخلطوه في الكاس ديال مولينكس.
المهم قولوا لي واش حسن نتوما بحالي. اي طحانه كنسميها مولينكس الجي ديالنا حنايا، ما عرفتش واش حلينا عينينا على مولينكس ولا ما عرف. دانون كلشي عندنا، اي ياغورت كنسميوه دانون. كنعتذر البنات تقطع لي التصوير، ها نتوما شفتوا درت الباربه ونزيد عليها هاد التفاحه. تقدروا تحطوا هكا، كان غير راكم عارفين من الاحسن تعاوني شويه مولينكس. المهم غادي نزيد هاد الخزويه هادي، وطبعا كما قلت لكم غادي ندير ثلاثه التمرات. بغيتو تدوبلو المقادير، التمره مغسوله ديما كنجيبو كنغسلو، وتدوبلو المقادير غديروا سبعه التمرات. واللي بغات هذا بوحديته كافي انه يقضي لك على فقر الدم كما قلت لكم والنظريه. البنات زوين بزاف، انا كنصح هذا راه مره كنديرو ضروري، زوين زوين بزاف. بغيتي زياده في الوزن غادي تعمريه ليا بالمكسرات. المكسرات البنات كاع هذوك البنات اللي كيعانيو من فقر الدم ومن نقصان ديال الوزن كتلقاهم ما عندهمش مع المكسرات وما كيبغيوهمش. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد هاد نص طروح ديال الماء. المهم واحد الملاحظه بالنسبه ليا انا، بصراحه كنحليه غير بهذا التمر هذا، لان التمر راه كافي ووافي باش انه يكون واحد الوصفه اللي هي مثاليه واللي هي ما فيهاش حاجه اللي مضره بالصحه. نتوما بغيتو تقدروا تزيدوا العسل او تقدروا تزيدوا السكر. المهم انا غنطحن هادشي وغنرجع لكم. بالنسبه لهذا السيريلاك وهذا غير بقاو معايا انا غنفهم لكم كلشي. المهم نطحن هذا بعدا. البنات العصير ديالنا ها هو ده واجد، اش غنقول لكم عليه؟ منعش. شوفوا كيداير، واش كيشهي ولا ما كيشهيش؟ غزال البنات، غزال غزال غزال. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. واخا ما تكونيش عندك نقصان ديال الوزن، جربيه بهذه الطريقه هذه بلا مكسرات بلا سكر بلا حتى شي حاجه. غتولي عندك النضاره، غتولي عندك ليكلا، غتولي تحسي بالفرق في البشره ديالك، في شعرك، في كل شيء، وحتى في داك يعني حتى في فقر الدم، حتى الناس اللي كيعانيو من الصفوريه صفرين بزاف بزاف بزاف، حتى هذا راه يعني حل سحري بزاف. واحد الناحيه واحده اخرى بالنسبه للبنات اللي غايقولوا واش ما غنصفيوش، انا بالنسبه ليا ما كنصفيش اصلا العصير ديال التفاح. داك المحبب هكا كيعجبني، الناس اللي ما بغاوش يقدروا يصفوه، ولكن انا كنفضل انني نشربوه بداكشي ديالو كامل. صراحه كيجي بحال عصير ديال التفاح، يعني زوين في عصير ديال التفاح، ماشي في المذاق، عصير ديال التفاح في التذوق، فهمتوني. ندوز واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي سيريلاك. سيريلاك البنات باش ما يجيوش الفيديوهات يعني التكرار، راني ديجا شاركت معكم الوصفه ديالو. سيريلاك بالنسبه للبنات، انا ولادي كيحماقوا عليه واخا كبروا كيحماقوا عليه. بالنسبه للبنات اللي بغاو زياده ديال الوزن، ضروري ضروري خاصك تاكلي يعني اكثر من داكشي اللي محتاج لك الداس ديالك في السعرات الحراريه. تقدري يعني كاضافه تاخدي واحد الباكيه ديال سيريلاك حطيها عندك، عوض ما تشري داك اللحسه الصحراويه اللي مع احترامي، ولكن راه كاينين الناس اللي كيبيعوا شي حوايج اللي ما زعما ما معروفينش نهائيا. غتاخدي هذا سيريلاك وغتاخدي واحد بيرليه كل ليله، خسريه على راسك واحد بيرليه يعني بيرلي، وغتزيدي عليه واحد جوج معالق من هذا، خلطي كلشي في زليفه وكلي دائما قبل ما تنعسي. بالنسبه لهاد هنريس هذا، تقدري تاخدي كاس ديال الحليب سخون. يعني هاد الوصفه كاينه، داكشي باش ما بغيتش نعاود يعني فيديوهات تكون بحال غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. غتاخدي كاس ديال الحليب دفيه وتزيدي عليه اما هنريس اما صابلي، تهرسيه فيه وتزيدي فيه هكا شويه ديال الحبات ديال الزبيب، تغطيه وتخليه حتى يطلق مزيان مزيان وتاكليه. يعني النتيجه ديالهم زوينه زوينه بزاف. وضروري طبعا انك تكثري من الخضار، الفواكه، اللحوم، ماشي شرط انك تكثري من الشوكولات ومن الليدام ومن المقليات، لا هذوك كيعاونوا ما نكذبوش على الله، كيعاونوا بزاف، ولكن ماشي هما الاساسيين. الاساسيين خاصك تاخدي شي حوايج اللي فعلا صحيين وزوينين. صافي البنات هنا غادي نسالي الفيديو ديالنا، ما تنساونيش من لايك او لي كومونتير ديالكم الزوينه. مع سمعني مراجله في الهضره. المهم ما تنساوش ضروري البنات تجربوا هذا العسل، ما غتخسروا حتى شي حاجه، بالعكس راه شي حاجه اللي مفيده ومغذيه حتى لمواتنا. مساكن حتى هما كيبقاو يعانيو هكا مع العمر وهذا من فقر الدم. غزال غزال غزال. شربوه في الصباح، تصوبوا قريعه وحطوها في الثلاجه، غير ملي تبغوا تشربوه خرجوا شي شويه. انا بالنسبه لي كنخرجوا قبل الوقت لان كيجيني بارد. شربوا كاس مور الفطور وكاس مور الغداء وكاس قبل ما تنعسوا. وما تنساوش اللي بغات الزياده في الوزن، معلها تزيد غير سيريلاك او بيرلي. ولا بغيتو ندير لكم فيديو على كيفاش انك تهني من الكرش، قولوا لي في الكومنتير. باي باي، خليت لكم الراحه.